بكم ومرحبا بكم في لا كويزين دي ديليس دي جور. راني راح نبارطاجي معكم في لاشين دي ريسيت سكري سالي دي ديسير اي اوتر شوز. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. سي ما بروميير فيديو الوغ اليوم جيت وحبيت نبداكم بحاجه حلوه. جبت لكم اون ريسيت سهله خفيفه ظريفه وبزاف بنينه يحبوها كبار وصغار et surtout les enfants. L'IA milk shake goo cookies et banane. Bismillah, نبداو بلي زانغريديون. عندنا لتر حليب، 3 مغارف سكر، 3 مغارف كبار تاع الكاكاو، و 3 مغارف كبار شوكولا اتارتيني، حبيبه بانان. وهنايا عندي غاتو كوكيز غو شوكولا، كنت قسمتو بهاد لا فاصون اللي راكو تشوفو فيها. فوالا. ملاحظة صغيرة بالنسبة للسكر والكاكاو والشوكولا تغتيني، ما تتقيدوش بالمقادير، كل واحد يدير سلون لغو. نبدأ طريقة التحضير. دون زي مولينكس نسبقو بحبة بانان هي اون برومييي، جوست ابخي نزيدو عليها الكاكاو، ومن بعد نزيدو عليها هادوك 3 مغارف تاع السكر. فوالا. من بعد نزيدو شوكولا تغتيني. بالنسبة للشوكولا ما نتقيدوش بأي ماركة، لا مارك اللي عندنا في الدار نستعملوها هكذا. ونزيدو لي كوكيز اللي كنا قطعناهم بهاد لا فاصون هكذا غير بالعقل. فوالا. هاد المشروب بزاف فيتاميني وبزاف بنين. اونفان نزيدو الحليب هكا تدريجيا غير بالعقل بيتي تابتي. فوالا. ابخي نميكسيو كامل هاد الخليط. هنايا راني رايح نديكوري الكاس اللي نسربي فيه. كنت دوبت شوكولا اتارتيني توجور، درتها في اون بوش ادوي، وراني ندير هكذا دي تري بالشوكولا. نسربي الميلك تشيك هكذايا حيجي شباب هكذا بهاد لي ديسان. هنايا كنت وجدت لا كريم شانتيي، طلعتها ودرتها في اون بوش ادوي. ونبداو لا ديكوراسيون، نديروها هكذا من الفوق دو سيت فاصون، حتجي بزاف شابه وتجي معاه بزاف بنينه توالم. فوالا. هنايا راني في لا ديرنيير ايتاب لا ديكوراسيون. راني نديكوري بدي تري دو شوكولا، خطوط تاع الشوكولا، تزيين بسيط، اون ديكوراسيون سامبل. سي با اوبليجي تقيدو كيما انايا، كل واحد يزين باش عندو. هنايا راني نزيد في حبيبات جوز حطيتهم من الفوق. اي بويسك هاد لا بواسون هاد المشروب لا باز ديالو لي كوكيز، اوتوماتيكمون حكمت حبه كوكيز قسمتها اون دو وحطيتها من الفوق. هذا هو الميلك تشيك ديالنا لنهار اليوم. سي اون ريسيت بزاف بنينه، جو فو كونساي باش تسيوها، راح تعجبكم كامل سورتو ولادكم فرحوهم. ما تنساوش تابونيو في لاشين باش يلحقكم جديد ديالي. الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.